لو طلبت منك أن تشرح لي تفاصيل هذا الشعار جزءا جزءا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، ماذا ستقول؟ حسب منظور الحوثي أكيد يعتقدون. طبعا كمعلومة الحوثي لم يأتي بشيء ولو بكلمة واحدة من الشعر هذا، هذا إنما أخذه من الخميني، وهذا من الأدلة أنه يعني مرتبط ارتباط بإيران وبالاثنى عشرية. لكن هم يقولون الشباب الذي هنا معي في السجن عندما تسألهم عن الشعر يفتخرون به ويقولون أنه منتزع من القرآن. فالله أكبر كيف؟ أي الله أكبر واضح. نعم الموت لأمريكا، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل يقول لك منتزع من آية في القرآن الكريم، قل موتوا بغيظكم، واللعنة على اليهود من آية لعين الذين كفروا من بني إسرائيل. نعم. والنصر للإسلام واضح، دعاء للمسلمين. لكن 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 يحيى يتضح من خلال حديثه بأنه يدافع عن أمريكا ويراسلهم، أعتقد بأن هذا واضح، شاهدنا في التقرير وبلسانه أيضا. أي نعم، سمعت الآن يحيى الحوثي يقول ليس علينا مقاتلة أمريكا ولا مقاتلة إسرائيل. طبعا هذا تناقض كبير، يعني هو نسف كلام حسين الحوثي ونسف الحركة تماما، وهذا شيء جيد لأنه يعتبر يعني من المنظرين الحركة، وهذا ممكن ينشر بين الشباب كثيرا. كلمة يحيى الحوثي ستؤثر فيهم كثيرا جدا. نعم، هل أفهم من حديثك يعني الشباب اليمني دائما معروف باندفاع نحو القضايا العاطفية معذرة، أو عاطفتهم تجاه إخوانهم في فلسطين وأيضا العراق. فأثناء الحرب في العراق قام باستغلال ذاك الوضع، وماذا عمل؟ قام برفع ذاك الشعار الموت لأمريكا. أيضا إسرائيل استغل إخواننا الفلسطينيين، أو استغل الواقع التي تحدث لهم، واستغل ما كل الجرائم التي ترتكب بحقهم ورفع شعار الموت لإسرائيل. بقي النصرة للإسلام، هل لأنه وجد في الشباب، هل نقول نصرة للإسلام وحب له؟ طبعا هذا الذي يريد أن يقنعهم به، لكن أعتقد أن حسين الحوثي كان ذكي، أراد أن يجمع جميع الأطياف حتى المخالفين له في العقيدة، مع أنه نعم. ينتقد السلفيين كثيرا والإصلاحيين، لكن علشان يكسب تعاطفهم قال في إحدى كلماته أو في ملازمه أنه يدافع عن عبد المجيد الزنداني، وأنه إذا طلبته أمريكا فأنه سيفعل ويفعل، لن يسلمه أبدا. فأعتقد أن هذا مناورات يعني ليكسب شرائح كبيرة من المجتمع إلى صفه أو تعاطف معه. تتفق معي إذن عبد الفتاح بأن التمرد الحوثي لا يتصل مع ذاك الشعار ولا يمد له بأي صلة؟ في وادي وشعار في وادي، لا يقاتلون أمريكا ولا يقاتلون إسرائيل، هم يقاتلون في صادة. وهنا معلومة مهمة، سألت أحد الحوثيين هنا في السجن، قلت له أنتم تريدون أمريكا وإسرائيل فقط؟ قالوا نعم. فلماذا تقاتلون الجيش اليمني؟ قالوا هم يقاتلوننا. قلت لو فرضنا أن الدولة نزعت يدها من حربكم ودعتكم تتصرفون بحرية وترفعوا شعار وتجلسوا في صعدة يعني من غير أحد يعترض عليكم، ما العمل بعدها؟ قالوا نجلس في صعدة نقرأ الملازم ونعلم الناس. قلت فأين حرب أمريكا وإسرائيل؟ فلم يجب.